تحت شعار علم، قامت الهيئة السورية للتربية والتعليم بطبع أكثر من 3 ملايين نسخة من الكتب المدرسية السورية، وذلك بعد تنقيحها من كل ما يتعلق بحزب البعث والنظام السوري، مع الحفاظ على المادة العلمية، وذلك تحت إشراف هيئات ولجان مختصة. لكن مما أثار حفيظة البعض هو وجود نص وصور لرئيس الائتلاف السوري السابق معاذ الخطيب، والذي اعتبروه تشابها مع طريقة النظام في تمجيد آل الأسد. الهيئة السورية للتربية والتعليم، هيئة علم، أرسلت فريق من المختصين التربويين برئاسة الدكتور فاروق فاخوري، هن يلي قاموا بتنقيح المنهاج السوري. طبعا مثل ما بتعرفي حضرتك، المنهاج السوري منهاج قوي، فتم الحفاظ على المادة العلمية ولكن مع الإغفال أو مع تنقيح الشوائب أو المخلفات مما ذكر عن النظام السابق. إن شاء الله. وأنهى الطلاب اليوم امتحانهم التكميلي، وهم ينتظرون الحصول على شهاداتهم التي لم يعترف فيها بعد رسمياً إلا من الحكومة التركية. هذا ما اضطر الهيئة السورية بالتنسيق مع وزارة التعليم الليبية إلى امتحان الطلاب السوريين في الشهادتين الإعدادية والثانوية بمناهج ليبية، ليحصل هؤلاء الطلاب على شهادة مصدقة تخولهم الدراسة في أي جامعة من العالم. التنسيق تم بين الهيئة السورية للتربية والتعليم ووزارة التربية والتعليم الليبية، وتقدموا بالطلب مشان منح طلبة الصف التاسع والبكالوريا شهادات معتمدة تمكنهم من الدراسة بالجامعات المختلفة، وذلك حرصا من الهيئة السورية للتربية والتعليم على مستقبل هؤلاء الطلبة. ويقول الدكتور عبد الرحمن كوارة، وهو أحد مؤسسي الهيئة السورية للتربية والتعليم، بأنهم في صدد إرسال نسخ جديدة من الكتب لتغطية حاجات المدارس الموجودة في المناطق المحررة ودول الجوار. نحن الآن طبعنا إلى هذه اللحظة تم طبع 3 مليون نسخة، والآن النسخة المليون الرابع في الطريق يجهز لها. نبعت الآن أرسل إلى سوريا ما حوالي 1.5 مليون إلى سوريا، تم إرسال 1.5 مليون نسخة من الكتاب، وإلى الأراضي التركية حوالي 1 مليون. والآن نحن في صدد إرسال شاحنة تقريبا شيء 300-400 ألف نسخة إلى شمال العراق، وشيء 1000 نسخة إلى لبنان، من أجل توصيلها لأبنائنا الطلبة، من أجل إتمام عمليتهم الدراسية بالمنهج الجديد كما رأيتيه وشاهدتيه على أرض الواقع. ويتم تقديم هذه الكتب مجاناً بعد أن تم الحصول على دعم من عدة جهات مختلفة. هنا في هذه المطبعة يتم إعداد نسخ جديدة من المناهج المدرسية السورية لإرسالها إلى المدارس، حيث تأمل الهيئة السورية للتربية والتعليم أن يصل الكتاب السوري إلى كل طالب ليكمل حقه في التعليم. كندا قواص، أورينت نيوز، اسطنبول.